كما الحلحال كما هي متوزعه على المستوى. وهذه تاع انجليا. نظمت محافظة الغابات لولاية شلف أيام مفتوحة على مدار 3 أيام ابتداء من اليوم بهذه المناسبة بمقر إقليم الغابات ولاد بن عبد القادر، حيث شملت هذه الأيام معرض لمختلف المنتجات الغابية على غرار الخشب والفلين الفحم الأعمدة الخشبية، كذلك هناك معرض خاص للنباتات الطبية وقاعتين لعرض أهمية مخاطر الحرائق الغابات والمناطق الرطبة. الأيام هذه الهدف منها هو تحسيس الساكنة بأهمية المناطق الرطبة وضرورة الاستغلال العقلاني لها لتبقى مستدامة إن شاء الله.